جاز من يوم قفا ما لقيت السلامة وشلون بسلام دام يا عيال اقول الحمد لله لو تعطيني سبيكر لو سمحت اخر سبيكر اطلبه منك من غير شرط عايل تعال لا تروح انا بقول لكم كلمه وبمشي تراني بمشي لا دقيقه بنية. يا عيال والله اني بمشي ترى دقيقه جاي والله انا اليوم كسر الظهر من سبب لا اكل هذا ولا مصيبه ولا برنامج ولا هب نهايه ترى الله يبيض وجيهكم وانا اول داعم لكم كلكم اجمعين اقول والله انت راع الوجه الابيض ابو نياف عليك زودي ابو عثمان والله انك راع الوجه الابيض والله عليك زودي اي والله انكم تستاهلون جميعا وشهد الله على محبتك عند كل اخوياك الحمد لله ما انت تعرف عاد اللي في صدور ما يحتاج اعرف اللي في خطركم كله والله يبيض وجيهكم والله ما لقيت منكم الا كل علم طيب كلكم اجمعين وكلها اسبوع ان شاء الله ونحن متواجدين نادى العيال معك يا عيال لكن والله غيبتك لو انها والله اني اقولها وانا صح والله اني بشتاق قسما بالله العظيم لو وانا عني ما طلعت مع الباب ما اعرف مدى شوقي لكم كلكم انتم والقريه والاماكن هذه والبث لكن الحمد لله على كل حال والله العظيم اني صادق الامر بسيط الحمد لله اخذنا تعال عندي ده اول شيء انا عندي وعد من بدايه البرنامج معك مدري نسيته ولا تذكر والله ما ادري هذه بداية البرنامج قلت إذا طلعت ضايم والله إنها من محمد الياس الله يطول عمرك وهذا أفضل الوعد ها والله أنت لا والله ما والله أنت والله أنت أخذها قبل حلفك أقول الله يبيض وهذه من غالي بعد الله يطول عمرك أنا والله إني أبي هذا كرابس ما عليه اشهد علي إحنا الأمر بسيط والبرنامج يبي ينتهي مهما جبت الله يطول عمرك والله يا ابو نياف الله يطول عمرك هالبرنامج يبي ينتهي ما بقى إلا 10 أيام نبي نتقابل تعالم على الساعة إن شاء الله احنا ما عاد قصرنا معاك جودي ابو مشرف نشهد بالله معاك الله يطول عمرك معاك زود الله يطول عمرك ما يحتاج الله يطول ان شاء الله في المنصات بنلقاه باذن الله باذن الله اللي يرضيك واشوف منكم اللي يرضيني باذن الله انا ما شفت منكم الا اللي يرضيني لكن في قادم الايام ابى اللي احسن واحد شلون بس وانت ما هلها شلون بس عليك والله زود ما عليك والله زود والله والله العظيم ما بلا هياط ولا شلون بس عاد ابو نياف هذا يندرني اقول الصاد والله العظيم والله ما بلا كذب ولا رياء ولا عشر الكاميرات اقول ابشر بس عاد بالحال والمال وكل اللي انتبه كلكم الله هني داخلكم محازم وانتم قاعدين والله ما حطيتكم محازم الا يوم انكم قد والله ابشر بس عاد يا ابو نياف هذا سلامتكم ورضاكم والله معك ابشر والله بعد كلكم سعد كلكم سعد يعني والله ما عدمكم وانا والله ماني متفائل في المايك هذا من اليوم لا يا رجل لا والله يجي على خيره يا بني والله انك نجم يا خير يجي على خيره خير والله خير والله وانك جملت وقدمت كل علم يبيض وجهك ويكسبك محبه اخوياك ومحبه الجمهور ورضا والدينك عنك كذلك وربعك وما شاء الله تبارك هذا ما نبحث عنه والله انك وافي وراع العلم الغالي عرفناك يا طويل العمر والسلامه من قبل ذا البرنامج من ما قبل الحلم وحتى قبل ما يبدا ما قبل الحلم من التصفيات الخاطر الطيب والرجال اللي علومه وافيه والادب والاخلاق والله يا فيصل يا مدحن فيك كنا فيك
اني اقولها وانا صادق وانت تدري والله العظيم وانت تدري معزتك عندي ومحبتك اشهد علي الله الله يطول بعمرك وكل اسبوع باذن الله و تبغون نقول لكم البيتين الوداعية ولا لا؟ لا والله لا 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 خلها الا طالب ابشر بس اقول قولوا راسك طويل اقسم بالله اني يلا ردها لا لا نذر على رقبتي اني يلا ردها لا بالله ان شاء الله ما تنزل يا ابو لا ما تنزل على غالي ما في شيء ما في شيء انت غالي عند الجميع اسلم يا بني اسلم والله هي بغربتين بس انا مجهزها من فتره اسلم اقول تعبت ما عاد بي قوه ولا عاد بي حيل لا تذرفون الدمع ما فيه داعي زود على كثره العنا والغرابيل اشوف دمعه صاحبي في وداعي هذه وصيه لكم لا تذرفون الدمع ما فيه داعي والله الربع اني ذاخركم للمواقف اللي اصعب وقوه من هذه لا تنزلون الدمعه وتكسروني في روحي الا مع الله يصفك الحين يا بنيه ما نكسر الله يطول عمرك والحمد لله على ختام البرنامج ولا عاد تبقى شيء الحمد لله سمي يا بنيه الدمعه تنزلت في خوي ولا في 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 ولد عم ولا في رفيق درب والله الذي لا اله الا هو ما يبقصك والله الذي لا اله الا هو تنومسون بارد يعني اي والله العلي العظيم الله انقالي يا بنيه اشهد علي الله شهاده حق خالد اي والله واني ما تذكرت يوم قالوا فيصل نياف الا جلستي انا وياك جاكو في زد خيرك في المغرب الله يطول عمرك ورب والله يا جلستي في فيصل بن نياف الله يخصمنا بخير اني اقولها وانا صادق بالله ان خاطري يورث البيت والله الله يطول عمرك من غير قصور في العيال كلهم عليكم زود باب قلبي انتم شرحتوا خطه الجماهير اللي تتابعنا كلكم الله يوفقك والله من غير قصور الشباب اللي طلعوا كلهم لكن الله يبيض وجيهكم على ما سويتوه واستمروا وابدا معكم قلبا وقالبا كلها 13 يوم من 13 يوم ولا 20 ولا شهر انت اللي والله اعذرنا ان كان حصل سواء مني ولا من العيال خطا متعمد ولا غير متعمد ما جاني منكم اي والله كل خير كلكم ولا خابرين اللي بخاطرك وبعضكم تكلمت عليه يمكن فوق البث ولا تحت البث والله انه تحمل وشالها شيء يا رجال يا خوان كل ابوكم فيكم خير والله اني ما اقوله لكم الا من باب ميانه ولا والله اني الصدق ما احب الخطا على احد والله ما كان كنت تبون الصدق والله ما جاء من منك اقول والله ما خبرنا اخطيت على احد اي والله العظيم والله الا انا عدلنا ذاك اليوم في الكريزي يوم اني اخطيت اي والله والله اني صادق والله اعذرني عليه والله العظيم انك والله اكثر من اخطيت عليه وتحملني انت يا ابو عثمان ماري ما بخص بالكلام لا والله انا خابرك جمل وشو لا والله ولا عليك هذا هقوتي فيك يا ابو عثمان والله, والله ما عليك زود يا ابو نياف الله يطول انت ولا من يسمع صح انا 10 ايام يا ابو نياف هو انت ماشي اي بس 10 ايام يا ابو نياف يا عيال السبيكر شغال شوف صل على النبي يا ابو نياف الله يصلي يسلمك تعال يا دحام احنا البارح انا ودحام وحاتم نواف السنبه حسين العبان انا وحاتم الفريدي وعلي العمري وحسين العبان ودحام نواف يجود احنا كنا يا طول العمر السلامه ان نطقطق على ابراهيم قلت كنا نقول يا طول العمر السلامه لابراهيم نحن نبكي كذاب ونحن نطقطق كذاب والله قاطع المال الذريه والله قاطع المال الذريه يا ابو نياف والله ثم الله يا خروجك انثر علي الله يشهد علي الله من سابع سنين يا خروجك يا فيصل نياف انه مثل علي انا يوم ساعد جدا جدا الله يطول عمرك يا ابو عبد العزيز اي والله العظيم الله يطول عمرك ولا كل امور طيبه وطحت اي والله الحمد لله على كل حال والامور طيبه كلها 10 ايام والله 10 ايام الله يواجهكم بتواجهوني وبنتقابل من يوم ما دخلت يا ابو نياف وانت والله هذا الكلام ما اقوله لا مجامله لك ولا يعني شيء ما هو صحيح والله اني اقوله وانا صادق من يوم ما دخلت وانت نجم جزل يعني نغبطك ترى اعلمك الشاعر اللي يطرد الضيق بوحه ما عليك زود لا 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 يقول ايش الشاعر اللي يطرد الضيق بوحه هاي. والله اني ما ادري وين اروح فيها ولا يخص الا بخير يمكن الوحيد ما يستند الا على صام خلب يا صام خلب والله الوحيد هو يدري عندك اللي يحفظ يعني مجمل من قصائد والله والله العظيم يقول انا صاحب شاعر انجز
جزالة، شعر، رجول، أدب، رياليتي. الله نكون يا حبني، الله نكون يا حبني. اكتبوني والله أنا مو بموجعني إلا ذا عشرة أيام. صحنا عشرة أيام تمضي، بس عشرة أيام يعني بنفقدك على الأيام اللي راحت كلها. والله لو أجلس أمدحك يا بني إياه معاكم، وأنت مفقدين على خير معاكم، وأنت تدري وش اللي بخاطري. ما يحتاج يا حسن، أخاف أتكلم وأجيب العيد بنفسي وأجيب العيد. لا أبدل معلك، عارف وش اللي بخاطرك حسن، لكن شد حيلك وأنت تعرف وش اللي بخاطرك. أي أيوة والله أدري وش اللي بخاطرك. شد حيلك وعزوم وطلق إحجازك يا بني إياه، فمشي بسعدك. الله يوفقك. أبيال هذول كلهم عالم أخوانك، ما يقصر. ما يحتاج يا بني إياه، فمشي بسعدك يا بني إياه. والله لا نبي افضل منهم ولا اطلق منهم. والله انك واقفين 70 نقطه. اضحك هذاك يومك تقول الاسبوع اللي راح كنت ضيف زوايا. اتوقع اني بطلع الجمعه الجاي. بدي اقول لك لا يا رجال، ما عندي حسيس ما تخيب، لكن الحمد لله يا رجال. والله والله ابو نياف بقول لك شيء، تجملت الله يطول عمرك. والله اني اقوله وانا صح، ابو نياف تجملت الله يطول عمرك. كلها غانم يعني بكلمة البرنامج نجبت. الله يطول. وكسبت لك جماهير. الله يطول. والله إني أقول بنياف المكسب أنتم والجماهير كلكم. والله إني فرحان. الله يطول. والله عارفين. بروسكم. والله الباقي. والله إني عارفين. اليوم يمكن كنت تقول فزد خيرك. كلموا فريق الدعم ولا أنت نجم؟ بس أقسم بالله يا أبو نياف إنك نجم. الله يطول. والله إنك مبدع من أول ما دخلت البرنامج. ما عليك زوجي. وبداية نجاحك أصلاً بداية البرنامج، بس بداية النجاح الحقيقية هي الحين. الله يطول عمرك. وأنت يا بني ترى ما طلعت إلا وأنت ناجح، وما طلعت إلا الحين، وقدامك مشوار. تكفى دولابك، خلى أغراضك. خلى أغراضك يا بني. أطلع بدون شيء. حتى فراشك خلها يا بني. الله. أطلع بدون شيء. فراشي في داخل. أنا أبني أغراضي وهذا بخلها. أبجي لو بخلي لك بعضها. لو بيدي يا بنيه خليتك تسري معنا ذا اللي انا ودي اخليها كلها ما عاد امر، ودي انك ما تطلع يا بنيه الحويه بعيد، وانت تدري وش انا انا يا ابو سري سري هنا عند بنيه، بس ما انت برايح الحويه يا بنيه. عندي مقابله مع احد الاشخاص. بس 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 انا ما بقرب تعال سي شكلت مع ثنائيه مستحيل وسعد هنا. لا والله هنا انا ابغاك جنب الله يا عيال اللي جوا خليني بجيبهم لا لا بجيبهم كلهم بجيبهم كلهم. بني ما كسب الا العلم الطيب، واللي على اللي مثله ما يخاف عليه جبل وحصاء. والله الله يزينها، بس هذه هي الدنيا تفرق ما تلم. كان الغو خلاص، ها كان الغو خلاص. الحين احنا نطلب يطلع عمر السلامة عاد باقي له 13 يوم، خلي احنا نبسط ونضحك، لا تخلون ايامنا كلها. الربع نادي فاصل تعال خلي بادي بادي انا بجيب واف جيبهم كله. والله ما هوش اليوم انا
تعال يا ابن اياف. عادوا انت وين؟ حسين حطني قل فيصل يبيك يا صقر. صقر عموني بس بكر الله يسعدك. صقر يا صقر اجني جاي في الهاوس ترى ما جيتني بزعل عليك وانا طالع صد يا عيال اجوني كلكم. تعال هات اعطني صقر. وين صقر؟ جايب يوم عدم كبسي طول عمرك الله يطول بعمرك الله يطول بعمرك الله يطول بعمرك. تعال كلكم استريح يا ابو سعيد. يا نواف عايض عايض يا عايض. الله يبيض وجهك يا سعد الرفي. جعل امك طويل. الله انك سعد الرفي. يلا تعال حسن. وين هو حسن؟ يا حسن تعال يا حسن. ودي اشاهد ودي اشاهد. ما تبوني اروح؟ واحد يجيب شنطتي من غير امر على. ما انا بدي راح اجيب شنطه. لا والله اجيبها يا الربع. انا والله ما في شنطه دريب. بدون شنطه ابدا حلالكم. اجي اخوي يطلع براسي بس. يعني والله ما عدمك والله اني احبك والله. والله الذي لا اله الا هو. عمني شوف لو سمحت طف الشيله اذا تحب فيصل. اللي ما يحب والله وجهك العظيم. اني ما فقدت شخص. انا فقدت اخو اليوم واخوه كسر الظهر. أيوه. الله يطول والله عمرك. العظيم ان حتى عزومي تكسرت بشكل ما لا الله يطول بالبرنامج. الله يطول عمرك وشد عزومك. خلاص فكونا من البرنامج قدامك المشوار. ضيعونا ما عدا الاسبوعين قدامك المشوار. بس والله قصور فيكم والله العظيم انكم محامي. تعدى الجميع من دون مبالغه. ما شاء الله تبارك الله في كل شيء. والله اللي اقوله وانا صادق. واللي بقي يعني اسبوع وشيء عرفت. وابو نياف والله ان فراقه ولا بعد ولا غياب. والله اني اقولها له اقول اقسم بالله العظيم يا ابو نياف لو يوم واحد انا واحد من الناس اللي اذا كان في جلسه ولا لقيته تحت البث ينشرح خاطر. الله يطول عمرك. والله اني صادق. الله يطول عمرك. والله لو نقول فيك بالنيل ابو فريم الرجال. الجمهور يشهد واخوياي يشهدون ولا لحقنا فيك شك كل مون. ما يحتاج والمقدمين يشهدون. ما يحتاج. والله ان كلنا يشهد الرجال ذا. وهذا نقوله فيك طال عمرك علشان والله العظيم ان هذا اللي في خطرهم. يا عيال الرجال لما جاء رجال خلاص ما عاد الامور الباقيه ما عندك فيها. ما عليكم زوج سبعة عام يا ابو نياف. رجال عيال رجال ما يحتاج. ما يحتاج ما يحتاج ما لحقنا شك. لكن انت الله يطول عمرك. الله يطول عمرك وقدامك اليسر ان شاء الله. ان شاء الله يوفقنا وياك. كلام واجد والدنيا وايد لكن ما الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الحمد لله. قلتها له قلت والله العظيم فيصل اخو واني بعد البرنامج تجيني قصير ونجي هنا واسكن برياض سوق باذن الله. ابشر بسعدك. لكن والله زي ما قال ابو سعد احنا فراقك يوم ما نقدر عليه. البرنامج هو خلص خلاص ما بقى شيء. بس والله العظيم انك اخو وان فقدتك واحد يفقد كان يفقد ضلع من ضلوعي. الله يطول عمرك. اي والله الله يطول عمرك. ان شاء الله ما من تفرق. ان شاء الله تجمعنا. اطلع من الشنطه من غير امر عليك. ما عاد والله ما عاد هذه مصبرني يا ابو نياف.
والله اني اقول الصاد انك عندي قريب فالحوي ما يحتاج والله اني اقول الصاد قريب منكم كلكم الله يطول عمرك والله اني قريب منكم كلك الله يوفقك وانا والله اني ما اعرف يعني اعبر في المواقف هذه والله اني ما اعرف تلقاني ساكت والصدر بغري غلي الله يطول والله اني اقول الصاد هذا الشيء اللي فيك شك الله يطول عمرك الله يوفقك يا ابو ريان ان شاء الله الشباب هذول كلهم وتراني قريب منكم كلكم ما هو شرط اني في الحوية ولا في الطائف ولا في الرياض ولا في مكة ابدا اللي يبي فيصل ويحتاج فيصل يرفع التلفون يبشر والله هنيه والله يا بني يا اقرب له من ظله ابشر والله بعجب عينك الله يطول عمرك الله يطول عمرك وعمرك الكلام واجب والله لو نقول فيك مني الى بكره يا بني ما نصفي حق انا لكم من غير عايض سلطان وين؟ سلطان وين؟ سلطان وين؟ سلطان وين؟ هذا وينه؟ ها؟ وينك يا حبيب؟ وين؟ السلام عليكم. السلام. وين ابن اياف؟ من راح رجع؟ وينك من اليوم؟ وين ابن اياف؟ وينك من اليوم؟ ما جينا وينك؟ استريح. وين ابن اياف؟ استريح كنا دخل علينا الضيف. بيجي بيجي تعب. ها بجي. شد عزومك ابو سعيد يعني والله ما عدمك والله يا بني والله ندي امشي والله ودنا كره من المجلس معكم لكن والله ودنا انك ما تمشي طيب عادي يكمل معنا خلاص اطلع من نفسه بس كمل معنا والله الجزل مفعوله والله لا تمشي والله ابو نياف والله الجزل مفعوله الله يطول عمرك والله ونعم المنافسه كمل معنا انا اقول سلطان اول يوم انه ورا الباب اقول لا تزعل علي يمكنني كنت اكثر واحد امزح معه واكسع له لكن والله انه من ميالك يا بنيه يشهد علي الله كليلك حتى قلت لك كلام ولو ودي اذكره على البث لان لا لي لا منه ولا فضل فيه الصدق الله لكن والله اني اكثر شخص فرح بجيه اهله وفرحت له هو شخصيا من غلطه عين الله يرضى عليك يا بنيه والله اسي ما خلق والله ظلم منهم يطول لك اليوم يا بنيه والله يا بنيه والله والحمد لله على كل حال سمي ابو صباح اقول والله يا بهالماقف ودي انه انا ولد الله يطول والله اني اقولها صح الله يطول عمرك ولكن وشعرت جزء شعرك جزل الله يطول عمرك وانجزل ما عليك زود. وذرب ما عليك زود. مؤدب ولا تخطي ما عليك زود. واللي يخطي عليك تحاول تمشيها بالاسلوب الطيب الله يطول عمرك وش اقول والله العظيم والله القبول على قولة نواف الله يطول ولكن عمرك. والله العظيم يا اخي ما ادري وش اقول والله كلام يا اخي متلخبط يطول عمرك ولكن اسال الله يوفقك يا سلام محظوظ يا ابو نياف لاني اعرفك تعرف اللي بخاطري يا ابو نياف والله محظوظ بمعرفتك ابو نياف تعرف اللي بخاطري ما يحتاج الله يطول عمرك اقوله ولا لا اقول اللي تبغى ابدا انا اول
مشتحن شوي امها الحين هبت اللي في خطركم كله ابوه قولوا من زعل من ضيق من ابدا اعطوني اللي في خطركم كله انت تسمح اللي زعلان مني علمني يبشر برضاه وابدا اللي اخطيت عليه علمني سمي ابو عثمان انت ما يجي منك الله يلا بزعل منك يعني صواب في ذمتي ان خطاك كله بعين الصواب الله يطول عمرك يا سلطان قال كلمه لتعقيب وراها يقول مؤدب بالله العظيم على طول تذكرت الخيزرانه اللي اللي جنب باب المجلس اللي جنب الله يسعدك يا ابو نياف ما ادري لو القاها الحين جاهز لا يا رجا والله ان والله العظيم انك جمل جملت وتجملت عزل ولا تعطونها طابع الوداع كذا اللي ابو نياف والله ما يهون عنده والله اني اقوله وانا صادق وكلها اقل من 10 ايام الشارع متواجهين الشارع ابو نياف مكسب ابو نياف انت تعرف يدي ما يحتاج لا ما يحتاج المح لك تبغى خذ ها لا شوي لا اللي عايض ابو نياف شوف ابو نياف جعلك تسلك من قال يسلك الله يوفقنا وياك اللهم خويا ذرب عليك سوت والله محزمن جيد عليك سوت اي والله الله معك من مكاسب البرنامج الله يطول عمرك مكسب الصحيح الله يطول غير قصورهم في خويانا يستاهل كلهم اخوان واعزاز واغلاء هذه بداية نجاح انت معي الله يطول عمرك ونوصي فرق الدعم ما يقصرون معك ابدا نوصل لي تمام وانت يا ابو نياف تعرف وش اللي بيني وبينك ما يحتاج بس تحت البه تحت البه على العموم هذه النقطة بعد على الشيء هذا الحمد لله الحمد لله بين الصدق نوصي قروب الدعم بالنسبة لي انا وعاد اخوي اللي راسي بيعطيناه بوصيكم مصاب ابو نياف تواصلوا معه واعطوه اللي يبي وش هذا شوف انا ما بعد ختمت كلامي يا الربع الله يطول عمرك وحاسد العالم كلهم اللي برا الله يطول عليك اي في ذمتي يا ابو نياف ما عاد بقى احد الا بحسن انك بتطلع الله يطول عمرك يا عيال تبوني اسكت يا اي والله لا والله يا عيال والله اني صادق طال عمرك قلت الكلام اللي عندي والله يوفقنا وياك يا ابو نياف لما ظهر طال عمرك مع الباب تسير عليه في دارة السوق ابغيك في كلمه راسم بيني وبينك انا نواف استريح دقيقه المح لها اقول السكر مرتفع عندي ويبي زادني ها هذا الشرك عاد لا تقول وش اللي موجود بالكم ايش خله اتركه يا دقيقه سكر ولا الظاهر بيجينا لا لما انت شرما عند كل يا ابو سعيد دقيقه عندي كلمه لا بس خليك ما بنك لا لا اجلس ابو نياف تبي تجيب لا تجيب لي شيء لا لا ما انت برايح بروح والله ان شاء الله والله ما تروح امس بروح اعطوني عايض بس عايض بيجي دقيقه ترى نبغى علي فيه نبغاك معنا شوي علي موجود نقول يا سلام اسلم لازم علي انه يتكلم اقول امس كريم يمكن قبل صلاه الفجر والله يا سلام قلت الكلام يمكن ما يبغى ندخله انها من دون اي صوت تعال يا نور يا ولد وش خلني اعلم يا رجال انت ابيض وجه والله انك ابيض وجه وسعد الرفيق يا صقر تسلم والله اني اقولها وانا صادق قلت يا ولد اذكر الله اذكر الله دا والله انا خايف كلهم عندي غالين والله ان كلهم غالين لكن والله اني خايف عليك لا يطلعون فيصل بالنياف انت ايش اقول لا فيصل بالنياف نجم وانا انا بسدك في الموضوع هذا والله اخوياي كلهم اعزاز وغلاء والله ان عارف لكن بقول والله ان عارف فيصل بن نياف انا وياه مما قبل الحلم عرفت العرب لما هم تقاصروا وتجاوروا كان سريري جنب سريره الله يطول عمرك ويوم جات على المشوار فكثره والشعب عندنا في الغرف وانت قلت عند الاخ العزيز ابو فمين في مخطط اربعه انا فرغت المخطط ابو سعيد هذه والله يا ابو سعيد الله ما لحقنا شيء وهم والله اعجاز وانت اعجاز وكل انتقلت ولا جلست والله انك كان فقل والله انك خابر انت ما يحتاج والله انك هنا ولا غلاط خاصه من غير قصور في العيال الباقي كلهم امور طويله يا ابو نياف لكن انت غير ابو سعيد ومحبتك لحالها جالس افكر الحين من اشاوره في المواضيع ابدا عونهم عندك 14 مدري 15 رجال كلهم تراني انا قلت اخوانك وشاورهم كلهم اخواني وابشر بسعدك اه كلهم افضل مني عليك زود يا ابو الله يطول عمرك ابو سعيد اسلامي عايض انا ابو نياف
أرحب يا أبو عبد الله. نجارب. بنية ما بدرت الشغل. ما نبي في درس الشغل. أنا أدرك أبو عبد الله. شغل مايك أبو عبد الله. مرحبا يا ابو نياف انا عوجي مجارب يا الخوي المطلق يا الحصان ما عليك زود انت عارف ايش بيني وبينك ما عاد والله ما يحتاج كثر الهرجة ما كثر الهرجة قل الملح تعرف ايش بيني وبينك ما يحتاج يا ابو عبد الله ابلغ الكلام وابلغ الحديث اللي تشوفه في عيون اخوياك بس ما يحتاج الله ما عندي كلام يا ابو نياف الله ان شاء الله بشوف في عيونكم الا كل زين وانتم اهله استمروا قدامكم البرنامج ما عاد هو ريد ما عاد بيجي لكم الأسبوع ولا عشرة أيام وش شعار المرحلة يا نواف تجملوا يا جاويد وأنتم رايعين جمايل ما يحتاج أوصيكم أنتم تجملين فيني وفي البرنامج كل الثنتين وبيض الله وجهكم الله يوفقك الله يطول عمرك من العرب راعي الأول ما يلحق الله يطول عمرك يا أبو عبد الرحمن والله أنت راعي الأول كلكم ما قصرتوا كلام الله لو نقول ما نقول أنا حصية يطول عمرك فيك حقك ما قصرت وكل ابوك مجمعين الله يبيض وجيهكم وبمر صقر انا في دارة السوق وبروح من وراي ابو اوصيكم بس بوصات واحدة ابشر بس تقولوا لي كلكم تم تم اباه من الجميع تم 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 لا مني طلعت مع الباب ابيكم تضحكوا وتستانسوا وتسوون الريالتي اللي يخلي الجميع يتكلم فيه أولهم فيصل يا أبو ترى يا ما يرضيني منكم القليل بنيار. أعلمكم يا أبو نياف لا بالله فيصل. على كيفكم فيصل. أنتم قلتوا تم وأنا بيكم تستنسوا ربع إحنا طالعين لهنا طالعين لإخواننا ما رح نديره أنتم كملوا برنامجكم ولا منكم خلصتوا تبون تلقونا نبي نلقاكم على خير والأمر كل أبوه بسيط نلقى بعضنا يا أبو نياف لكن أبدأ. حنا نفقد الجلسات الهنية إيه بالله والله أني خاف ونرقد سوا والله اني وش اقول لك ما ادري ترانا في دغس ترانا في دغس اصلا ايش طول الوقت قبلني ترى ما امر ما مراد ان الشيء انك لا رحت انك ما عاد ملاقينك ولا والله والله يا بنيات بس احنا انا ابغاك انا ابغى اشياء مع بعض والله العظيم ما قد عشتها حتى مع اخواني يا ابغى تكفينا من الطلب بس لا بالله بتسوونه ان شاء الله والله تراني بطلع وبتابعكم وما انستوني انا يا اخويكم قبل العالم كلهم تراني ماني براضي عليك انا بطلع ابلقى الوناسه ماذا ألقى شيء يضيق خاطري إن شاء الله ما يضيق خاطرك كل واحد لحد إن شاء الله يوفقك توفيق الطيب يا أبو نياف يسر لنا ما لنا إلا الدعاء يوفقك ولا لغيره كله حصل الله جيت ولا لا ما أنا ندعي لك بس اللهم واجهت إلا الطيب الله يطول عمرك أنا أقول والله أن نياف جاب رجع عليك دول. اي والله مو جاب رجال بس جاب لنا اخ الحياه اسمه فيصل ابشر والله بسعادك يا ابو مفرح محمد تدوم وتسعد يا ابو نياف الله يطول عمرك نمشي تبغى نريح لا شوي نمشي والله لا بروح الصقر سم يا ابو عبد العزيز سم الله عدوك ابو نياف أنت قبل شوية تقول يمكن قد أخطيت على بعض الناس سمعتك وأنا في الغرفة تقول اللي زعلان مني يتكلم إي بالله إي والله إني زعلان من حاجة سم إي والله أنا في خاطري سم إي والله أن خروجك يا بني الله يطول يشهد علي الله يوم القيامة أن خروجك أن أثر علي والله لو أني في يدي ورب المصحف يا بني الله يطول ولكن أبشر بنا يا بني والوعد قدام يا بني الوعد قد ما يحتاج الله يطول ما أني كل ما شفت بني إني أتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يقول كل ما قابل عثمان يستحي منه عثمان بن عفان ما فارق التشبيه في الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان عنا ولكن يوم يقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة الله إنه قول المحترم يفرض عليك احترامه الله أخوي ذرب الله عنك ذرب جزل في شك كفو انك من الرياجيل اللي انت نومس فيهم والماري فيهم ما عليك عزل الله انا شهاده الحق عز الله يستاهل ما عليكم زود اجمعين عز الله يستاهل فيكم الخير الله يضرب والضرب الله يطول عمرك ما في اذا في شيء فوق الضربه بدي اقولها الله يطول عمرك لكن الله يعوضك خير يا ابو اللهم امين
الله يجزاكم خير وابدا هذا يعطيك نقاط معرفتكم ومكسبكم عاد وراها عوض هذا بحد ذاته شرف كبير يا ابو يجعلني افتاك يا ابو نيوف كل شيء يهون الا فقدانك من هذا البرنامج النفي الله يطول عمرك والباقي اللي الباقي نعرف انفسنا فيه نهي ما يحتاج اللي لكن كل اسبوع يروح منه حصان كلها بغير اسبوع لا والله ابو نايف انت كنت باقي 10 ايام وكنت اقسم بالله العظيم انها كانها 10 سنين الحين الله يطول عمرك يا ابو حصان والله كيف واحد نرقد الحين نقوم بكره شوفك انت فيه صلي انا صلي العصر وتقابلني على طول بالمطعم تراني مغرب ارد النفسيه اللي شويه لا ارد العبيري لا تخلوني اتضايق من ضيقتكم ما ابغى انت لحالك لا بارك الله في الكتمان اي والله عطر لي عندك يا رجال والله العظيم اني صادق هم عاد درينا احنا نعينها من صدوف بقعه ولا نعينها من ذا البرنامج جينا نشارك ونحزن كل اسبوع كل اسبوع نحن فاقديننا غالي قلوبنا كل اسبوع حزينين على غالي كل اسبوع والله الذي لا اله الا هو عندي اسم للبرنامج ما عاد مقبره والله نحن كل يوم نبكي على رده اي والله العلي العظيم الله يطول عمارك والدمعه لا نزلت على والدمعه لا نزلت على خد رجال ما هو بعيب العيب لما نزلت على دمعه انك تبكي على شيء تافه فرقه خوي والله الذي لا اله الا انا تاثر علينا دثرت على الرجال اللي قبلنا واللي يقول دمعة الرجال من حراق رجال الله تسأل عن هذا البيت وهيدي الله يطول عماركم الله يطول عماركم إن شاء الله ما قدامكم إلا كل خير اجتهدوا وبإذن الله حاجة عظيمة أنتم ما يحتاج أقول أشوفكم نجوم أنتم نجوم وانتهيتوا خلصتم من كلمة نجوم لكن بإذن الله نشوفكم فالمراكز الأولى وأنتم والله أنكم تستحقون كلكم لو أنها في يدي أعطيتكم كل واحد المركز الأول المركز الأول ألا صقر بعطيه نجم الجمهور يا طيبك المركز الأول يا طيبك ما شاء الله الله يسعدك الله يسعدك يا أبو نياف اللهم أمين يوفقك اللهم صفتنا على رأيك ورزقك اللهم أمين أبو حصة ظاهر الدنيا وباطن آمين ما هنا فراق أبدا عندك يمكنني بكرة أجيكم ما تدرون يا عظيم الله يبقيكم ما احنا فراق الله يطول عمارك اذا ما جيتنا ننط من الجدار يا ابو سمي وبيت يا عظيمه يا عظيمه قلبي الحساس كفي عن عذابي لا تثيرين الجروح اللي من الماضي قديمه اتركيني في انعزالي واستردي في عتابي من بعدك اشوف دمع الحزن والشاعر نديمه كنت عامل صدك كفن التغافل والتغابي ما دريت ان الغياب بيرتكف فيني جريمة سك دمعي من غيابك في شبابي وقبلها ما أعرف وش دمعة الهزيمة دمعة الرجال مثل أغلى الجنابي ما تساق إلا على حاجة عظيمة الله يطول عمرك يا عبد الله يا ابو نياف الله يطول الله يا ابو نياف أجمعي والله ما تجيني أنا حلفت أنا حلفت انتهى خليني أتكلم قل دمعة الرجال مثل أغلى الجناب ما تنساق إلا على حاجة عظيمة هذه جنبية جدي علي بن حبسال العمري ونعم الله أنها ما تروح إلا لك في الله يطول بيض الله وجهك الله يطول عمرك عز الله تذهب ونياف ويستاهلها وأنت الله يبيض وجهك بياض الشاش عز الله أنه يستاهل أبو نياف ومن أهلها ومن رجالها سبعة عام عليكم زود أجمعي والله يبيض وجيهكم تستاهل والله يا أبو نياف علي والله أنها أحرجني الصدق أقول تستاهل تستاهل والله تستاهل يا أخي تستاهلون الطيب تستاهل يا أبو نياف غالي ما ترد يا أبو نعم الله يطول عماركم كلكم غالين وعارف اللي في خطركم كلكم أجمعين مفرح سبقنا أبو الطيب وأنت تستاهل كفو كفو يا أبو مفرح كفو يا أبو مفرح بيض الله وجهك الله يطول عماركم أبو نياف تستاهل تستاهل يا ابو نياف تستاهل وتجهال تستاهل الطيب يا ابو نياف احلاهم الرجاله يا ابو نياف ابدا الله يطول عماركم والله اني عارف اللي في خطركم كلكم الله يبيض وجيهكم الله يطول عماركم تستاهل ابو نياف توكلنا على الله توكلنا على الله داخلها خلوني بتعين بس في الرجال اللي يبيني جد حيلك خلني اشوف دخولياتك بكره ولا عقبه ابي شيء يرضيني